اليوم بنتحدث ان زملائنا بحاجه الى التعاطف. انا غايه بروانيه. لما نكون تحت ضغط مهول في العمل ما سهل اننا نكون صبورين او متفهمين مع زملائنا، ولكن ان نحكم عليهم ما يساعدنا. فكيف نحصل على العطف والتعاطف في داخلنا لزملائنا لما نشعر باننا احنا خلاص مرهقين ومنهكين؟ اول شيء الاعتراف باننا كلنا مضغوطين. تذكروا ان هذه فرصة للتواصل بيننا وبين زملائنا. احنا وزملائنا في نفس المعمعة ونفس الموقف، وممكن نستخدم هذا الوقت اللي احنا فيه علشان نعزز من الوحدة اللي في بينا. تقبلوا بأن كل واحد فينا يتعامل مع الضغط بصفة مختلفة. في اللي يحب انه يهرب، وفي اللي يريد انه يحصل على كل المعلومات، وفي اللي هو يبدأ يكون مرن في إيجاد الحلول، وآخرين اللي هم يركزوا على الأشياء اللي نجحت في الماضي. كونوا كريمين ومعطائين في تقديركم للموقف أو في حكمكم للموقف. بمعنى إذا حصلتوا إيميل فض شوية، لا تعتبروا بأن هذا الشخص فض أو مستاء، بس تخيلوا أنه كان ما عنده الوقت علشان يكتب التهاني الأولية والسلام الأولي. لما نكون في موقف نحاول نحل فيها مسألة معينة، نحاول إن نركز حوارنا حول المسألة نفسها أو الأعمال علشان وليس الشخص اللي أخطأ، علشان نوصل للحل الجذري للمسألة، وما نبدأ في إننا نلوم بعضنا البعض. أقروا بشعوركم سواء علشان تتفادوا المشاكل في التواصل مع الآخرين، أو إنكم تجرحوا الشخص الآخر. مثلاً لما نقول أنا طالعة من اجتماع إلى آخر وما عندي الوقت الحين إني أرد عليكم، فممكن تعطوني وقت إني أفكر في الموضوع. وإن قلت شيء تندمون عليه، أو جرحت زميلكم من غير ما تقصروا، لا تبدأوا إنكم تجد بجرد النفس وتلوموا أنفسكم بلا داعي. ارحموا أنفسكم وتعاطفوا مع أنفسكم علشان تهدوا هرمونات الضغط اللي فيكم، وبعدين تاخذوا الوقت علشان تدوروا على حل علشان تعدلوا الموقف مع زميلكم. ولما يجيكم حد بمشكلة لا تقارنوا المعاناة اللي نعانيها،
لا أنا أعاني أكثر أو أنت تعاني أكثر، لأنه كذا يا إما تستهين باللي أنتوا تمروا فيه أو تستهينوا باللي هم يمروا فيه، ومهما كان هذا ما يساعد أي حد. فقط خذوا الوقت واصبروا على الموقف وكونوا متفهمين معاهم ومع أنفسكم. إذا كنتوا تريدوا تتكلموا معاي عن كيفية التعاطف مع أنفسكم أو مع زملائكم، ممكن تتواصلوا معي على غاية@غايبرواني.com، أو تريدوا تعرفوا معلومات أكثر عن كيفية عملي مع الناس، ممكن تزوروا موقعي اللي هو www.غايبرواني.com. وإلى حلقة أخرى بإذن الله.